أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نقطة خبر، ونبدأ من الملف الخدمي وتزامنا مع عودة النازحين وأيضا مع دخول فصل الشتاء وما تعانيه أكثر أغذية ونواحي محافظة صلاح الدين من سوء الملف الخدمي. عاد هذا الملف الذي أنهك المواطنين من جديد إلى الواجهة دون اكتراث من قبل المسؤول المحلي. ناحية الإسحاق التابعة لقضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين، وبعد أن شهدت استقرارا أمنيا، تعيش في الآونة الأخيرة واقعا خدميا متردي، الأمر الذي دعا المواطنين إلى المطالبة بتقديم الخدمة لهم. ما جاين طونا جرى العمال ماكو، بل طول الشارع عن نص يعوفونه، يعني شنو خدمات؟ ماكو خدمات. وين؟ هاي كلها، شوف الوصاخة ذي، شوف ذي شو صاخ، هاي الوصاخة. كل مجلس الناحية قاعدين ببيوتهم، ما جاي يسوون كل شيء، ما جاي يسوون هاي خدمات، ما جاي يسوون لا ماي لا تبليط لا كل شيء. الناحية الإسحاقية تعاني من انتشار النفايات بكثرة موجودة. إيه، ونحتاج إلى عمال تنظيف ينظفون النفايات من الشوارع والمدينة كاملة. إدارة ناحية الإسحاق المحلية أكدت أن دوائر البلدية لم تنفذ أي مشروع خدمي جراء نقص الآليات والعمال والوقود، داعية في الوقت ذاته إلى الالتفات لتلك الناحية لتحسين واقعها الخدمي. تعاني مدينة الإسحاقي بالنسبة للبلدية تعاني من قلة التخصيصات المالية للبلدية، حيث يوجد 12 عامل خدمة في المدينة، وتعرفون مدينة الإسحاقي مدينة واسعة وفيها أحياء واسعة وكبيرة جدا، لا تغطي هذه الأعداد، أعداد العمال في هذه البلدية، أعداد أو احتياجات المواطنين في الناحية. وأيضا تعاني البلدية من قلة الوقود وقلة التخصيصات المالية، ولم ينفذ أي مشروع منذ دخول داعش الإرهابي إلى العراق، لم ينفذ أي مشروع في من قبل بلدية الإسحاقي، وحيث نفذ أكثر من مشروع بلديات أخرى في محافظة صلاح الدين. تأثير العمليات العسكرية على أغلب المدن في محافظة صلاح الدين بات واضحا، لما سببه تنظيم داعش من دمار وفقدان للعديد من الآليات الخدمية، الأمر الذي يحتاج وقفة جادة من الحكومة الاتحادية تجاه مدن المحافظة. من ناحية الإسحاق، مصطفى عبد الحميد، قناة سامراء الفضائية. نبقى بالملف الخدمي والنازحين الذين سرعان ما تبددت أحلامهم بعد العودة بسبب سوء الخدمات، وهذا ما بات يورق من كاهل المواطن. قضاء بيجي أصبح نموذجا للوضع المتردي في البنى التحتية بعد أن توقفت عمليات التنظيف. عودوا ولا تعودوا، اعملوا ثم انسحبوا، بهذا الشكل يتذبذب العمل وسط القضاء المنكوب منذ عامين، فما كان لنا إلا أن نذهب برفقة كبار المنتخبين برلمانيا. من بغداد نحو بيجي اتجهنا، ترافقنا النائبة أشواق الجبوري عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، لكشف ما أنجز بعد إعلان نكبة القضاء. والصدمة كانت أن ما أنجز حكوميا لا يكاد يذكر، لا ماء ولا كهرباء، بل لا معدات تتناسب مع حجم الدمار. للأسف يعني اليوم شفنا الواقع مرير، يعني مضى على زيارتنا للبيجي أكثر من عام، وزرنا البيجي ويانا برفقتنا وزيرة البلديات حتى تطلع على واقع المدينة وتشوف بعينها حجم الدمار اللي موجود بالمدينة، وللأسف ما شفنا أي عمل من قبل وزارة البلديات. يعني أنا اليوم أناشد رئيس الوزراء، يعني أناشده أنه يشوف يعني ينصف شعب محافظة صلاح الدين في قضاء بيجي. ما من تخصيصات مالية لإعمار القضاء ضمن الموازنة، والسكان لم يعد ينتظرون إلا عطف المنظمات الدولية. احنا عليش عملناها منكوبة غير حتى يصير لها تخصيصات من المنح والقروض وإلى آخره، إذا هي الحكومة ما التفتت عليها بأي مبلغ بسيط بالموازنة حتى يكون أكو دافع معنوي. يعني هل أكو شيء مخفي احنا مدى عرفة؟ خليه صار احنا رئيس الوزراء، خليه يطلع يقول ترى مدينة بيجاني ما بدي أرجع أهلها. يعني اليوم بجود شخصية دا يرجعون
عدد قليل من العوائل. ما تراه إدارة القضاء المحلية مخجلاً هو أن بغداد صارت عاجزة عن إعادة إعمار مدينة غنية بالنفط والطاقة. ما يخص وزارة الكهرباء نتمنى على سيد الوزير زيارة القضاء، لأنه احنا حقيقة زرناه أكثر من 3 مرات لكن ماكو جدوى. نتمنى هو يزور القضاء حتى يقتنع قناعة كاملة. زين، إذا وزير في الدولة العراقية لا يستطيع إعادة إعمار قضاء، العمل ضئيل جدا بإمكانيات بسيطة للقضاء، هو شفل واحد وجريدر، وحتى غاز ما الناس هي تجمع لهم غاز من المواطنين، هذا فرد شيء مخجل، يعني ما يصلح انه حتى بالاعلام نتكلم بهذا الاعلام تشوفه كل العالم. زين، من اتكلم واقول الناس هي تتبرع بالغاز مال الاليات اللي هي اليتين لقضاء منكوب، يعني هذه الدول المجاوره والمواطن من الدول المجاوره شو يقول؟ هاي شنو دوله هذه؟ لو يعني حقيقه موضوع مؤلم ومؤسف. لا يطرح ابن القضاء الا سؤالا واحدا، هل صارت مدينه بيجي مسرحا للمزايدات السياسيه مع قرب الانتخابات؟ وإن كانت كذلك فما ذنب الآلاف من النازحين؟ لقناة سامراء، مصطفى السلام. أما النازحين الذين ما زالوا بالمخيمات فإنهم ما زالوا في محنتهم، يعيشون وسط آمال العودة وظروفا قاسية في مخيمات الخالدية شرقي الرمادي مع فقدان الرعاية الصحية والخدمات، ناهيك عن نقص حاد في الغذاء والمعونات الأخرى. مع حلول فصل الشتاء يعيش نازحو القائم اليوم ظرفا قاسيا في مخيمات الخالدية شرقي الرمادي مع فقدان الرعاية الصحية والخدمات الأساسية وألوان أخرى من المعاناة. نازح من القضاء القائم وحاليا بخيمات الخالدية، واني معاناة الأولى من الراتب مالتي، راتب مالتي صار 11 شهر ما مسلم راتب، وإحنا هنا بالخالدية ما يخلون أحد يطلع إلا بغصاصة أو إلا بهالشيء، واني ما عندي ومعيل ما عندي. إحنا من نازحين طبعا القائم مخيمات الخالدية، أحكي أنا عن مخيم التاسع بالذات، إيش قد مظلوم بين المخيمات كلها. عندنا طبعا هسه عن الإدارة حيل زينة كثر الله خيرهم ومو مقصرين والقائمين عليها، لكن إحنا نطالب المنظمات ليش لحد الآن ما حد إجانا؟ يعني لحد الآن كل المخيمات أحسن من مخيمنا. نريد فراش، أول شيء الفراش ما يكفي ولا خيمة يكفيها هذا الفراش. النازحون في المخيمات هم الأكثر تضررا في المجتمع، يعانون من نقص حاد في الغذاء والكهرباء، وتزداد معاناتهم في كل شتاء وفي عيونهم ملامح الحسرة والألم. وإحنا أنا هسع محاشيكم، أنا مريض قلب اصطناعي حتى مو ما عندي قابلية على الوقوف، وخلونا بأسوأ حال، احنا من وين نروح؟ جينا من غادي لبسنا اولادنا هدوم نساء تا عبرناهم الدواعش، وجينا هنا ونهلطنا هلط، ولدي عندي اثنين واثنينهم بالسجون هسه، عينه دينار ما عندي اقدر اروح واجيب لهم، اذا اروح اجيب لهم رغيف يعني خبز للعذيد اروح عليهم. حقيقه احنا بطل النفط نشتريه ب 2000، والعالم تسأل أي واحد هسه بالمخيم راح يقول لك نعم 2000 و1000 ونص و2000 إلا ربع، احنا منين نريد نجيب؟ أنا أريد الجهات المعنية تنظر إلى حالتي، هاي يجوز حالتي أنا أهون حالة بحالات أخرى أصعب، وأنا اليوم حقيقة رب أسرة لا أشتغل، لا علي صار التزام، المحلات كلها صارت تعرفني، أخذت تدينت دبرت أموري، أحاول أنه بس أنه أريد أطلع أدور الطلعة، الإجراءات شوية بيها صعبة وتكلف ما أدري السبب. أكثر من 10,000 أسرة نازحة تقطن في مخيمات النازحين في محافظة الأنبار على وقع مأساة إنسانية متواصلة منذ 3 أعوام، آملين من الحكومة العراقية بعودتهم إلى مناطقهم في القريب العاجل. من مخيمات الخالدية شرقي الرمادي، أحمد الحمداني، قناة سامراء. عد مواطنون في صلاح الدين ملف التعويضات الأكثر تعقيدا بين أروقة المحافظة، وطالب المواطنون الحكومة المركزية بالإسراع في إطلاق التعويضات جراء دخول داعش إلى مناطق المحافظة.
ملف التعويضات هو الذي يعد الملف الأكثر تعقيدا للمواطنين في محافظة صلاح الدين بعد الأحداث الأمنية الأخيرة ودمار ممتلكاتهم ومنازلهم. لا يزال أغلب مواطني المحافظة ينتظرون الحكومة المركزية بضرورة تعويضهم عما لحق بهم. اليوم صار لنا اليوم ثلاث سنوات، يعني ثلاث سنوات بيوت مهدمة، الممتلكات رايحة، فما أي تعويض ماكو. المهجرين لبيوتهم مكانهم لا راجعين، والله إيش يشوفون الوضع ما نما، وكل واحد بطرق أهدومة، اللي قاعد بالتجاوز، اللي قاعد بأيجار بهيكل، والحد الآن أي شيء ما استلمنا لا تعويض. ليش ما ريد تعويض؟ يعني اللي تروح سيارته ومهدوم بيته، كل شيء ما نستلم. والشهداء عندك من 2011 أنا عندي 7 شهداء، والله ما مستلم كل شيء، منهم قسم، منه راتب، من الرابع الحد الآن مقطوع، والحد الآن كتاب البغداد وكتاب يجي وما نستلم. مسؤولون عدة في ملف التعويضات في المحافظة بيّنوا إسلامهم ل3000 معاملة، من ضمنها معاملات الجرحى والشهداء في المحافظة، وطلبوا الحكومة المركزية بضرورة تخصيص مبالغ مالية كافية للذين تضرروا جراء العمليات العسكرية. قسم التعويضات نستلم المعاملات من قضاء سامراء وقضاء الدور وقضاء تكريت وقضاء البيج وقضاء الشرقاط، هذا اللي مشمولة بها اللجنة، وحاليا استلمنا أكثر من 13,000 معاملة، بين 3,500 معاملة خاصة بالشهداء والجرحى والمصابين. من إذاعتكم الكريمة نطالب السيد دولة رئيس الوزراء المحترم السيد حيدر العبادي بتخصيص مبالغ كافية للناس الذين تضرروا من جراء العمليات العسكرية وهدمت بيوتهم وحرقت ولا يوجد لديهم مأوى في الوقت الحاضر، الناس كلها مشتتة وقاعدة أجار. نطلب من دولة رئيس الوزراء المحترم النظر بهذا الموضوع ولعازل وزارة المالية بتخصيص المبالغ الكافية كي يستلموا تعويضاتهم ويعيدوا حياتهم الطبيعية. من مدينة تكريت، مصطفى الوحادي، سامراء الفضائية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، عقب عقد المجلس الاستشاري في قضاء الدور اجتماعه الأول، باشرت الكوادر الفنية في القضاء بتنفيذ حملة لرفع المخلفات الحربية والدور المهدمة جراء الأعمال الحربية الأخيرة التي طالت المدينة، فيما دعا مواطنون الجهات المسؤولة إلى كشف أو إلى زيادة جهدها لرفع كافة الأنقاض وإعادة المدينة إلى شكلها الطبيعي. في حملة كبيرة قامت بها مديرية بلدية قضاء الدور برفع الأنقاض ومخلفات الحرب في المدينة، جاء ذلك بتوجيه من المجلس الاستشاري الذي انبثق مؤخرا الذي يسعى لخدمة المواطنين. تم المباشرة بتوجيه مباركة من المجلس الاستشاري في قضاء الدور ومساعدة الشركة العامة للاتصالات والقدرة مصنع صلاح الدين ودعمهم، ومدير بلدية الدور مشكور أستاذ اسكندر ومدير بلدية سامراء. جرت اليوم حملة شاملة بما نستطيع حمله من أنقاض داخل المجمع السكني، المناطق الفضاءات والمناطق المتضررة كما تشاهدون. بتوجيه من السيد مدير بلدية سامراء المهندس محمد يونس، أوعز مع تعاون بلدية الدور رفع نفايات بالمجمع السكني مال الدور، مخلفات الحرب والنفايات الموجودة. استمرت الحملة لعدة أيام، شملت مركز القضاء والمجمع السكني للقضاء، إلا أن تلك الحملة غير كافية لحجم الضرر الذي لحق في المدينة، فأكثر من 1000 دار وعمارة سكنية قد تدمرت بالكامل. بداية نرحب قناة سامراء في زيارتها لمنطقة السوق الثالث، إن هي بتأثر بشكل كبير أكثر من كل المجمع، وحقيقة المسؤولين على رفع الأنقاض والتنظيف بذلوا جهود كبيرة جدا في سبيل أن ينظفون المنطقة. وتشاهدون أنتم أمامكم العمارات هنا بالسوق الثالث اللي سقطت 14 عمارة من مجموع 18 أو 19 عمارة في كل المجمع. قامت مديرية بلدية الدور بالتعاون مع
مديرية بلدية العلم ومديرية بلدية سامراء وقسم من آليات شركة حمورابي اللي موجودة لدينا يعني بإقامة حملة لمدة 10 أيام في قضاء الدور، شملت يومين في مجمع الدور السكني لغرض رفع الأنقاض المتراكمة في الساحات والمتنزعات والمتراكمة في الشوارع نتيجة الأضرار التي مرت على هذا القضاء يعني بسبب العمليات الإرهابية. بإذن الله يعني وعدنا السيد مدير بلديات صلاح الدين المهندس الشهاب يعني بالمتابعة وتجهيزنا أو تزويدنا بقسم من آليات البلديات المجاورة لغرض إقامة حملة ثانية وحملة ثالثة بإذن الله يعني. بعد عدة سنوات من التخريب والدمار، حملات لرفع الأنقاض ومخلفات الحروب مع مطالبات لتكثيف تلك الحملات. من قضاء الدور، محمود الكنعاني، قناة سمراء الفضائية. ضمن خطتها لعودة الحياة إلى سابق عادها، أعلنت إدارة بلد حصول الموافقات المبدئية على إعادة افتتاح الطريق الرابط بين يثرب وبلد من أجل إرجاع الحياة الطبيعية وسهولة دخول مواطني يثرب إلى قضاء بلد، داعية في الوقت ذاته كافة النازحين إلى العودة. أعلنت حكومة بلد المحلية حصول الموافقات المبدئية من الجهات الأمنية على إعادة افتتاح الطريق الرابط بين يثرب وبلد من أجل إرجاع الحياة الطبيعية وسهولة دخول مواطني يثرب إلى قضاء بلد. كان هنالك لدى اجتماع اللجنة الأمنية في قضاء بلد بإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة بلد وبالأخص طريق يثرب بلد، وتم الاتفاق على مراجعة عمليات سمراء ولواء المغاوير ولواء 74 الجيش العراقي، حيث حصلت مبدئيا الموافقات لفتح هذا الطريق بعد استكمال مستلزمات لإعداد سيطرتين مركزية قرب قناة 14 وقرب الجسر الخشبي لقضاء الضلوعية لتسيير وتفتيش وسهولة دخول مواطني يثرب إلى قضاء بلد وإعادة اللحمة الوطنية وإعادة التزاور والانتقال ما بين أبناء الناحية وأبناء القضاء. وبسبب الاستقرار الأمني الملحوظ في جنوب محافظة صلاح الدين، دعا مدير ناحية يثرب النازحين إلى الإسراع بالعودة إلى مناطق سكناهم في الناحية لممارسة حياتهم الاعتيادية، موضحا عدم وجود مبرر لبقائهم خارجها. من خلالكم نوجه إلى كافة النازحين وفي كل المحافظات دعوة بضرورة الإسراع بالعودة إلى مناطق سكنهم، بالذات المناطق المفتوحة. فيما يخص سيطرة العباسية تستوعب وتستقبل كل النازحين ولا تحدد منطقة بعينها، وممكن أن يحصل على الباج خلال 24 أو 48 ساعة إذا لم يكن هناك عائق أو مانع أمني أو شك أمني في بعض الأحيان. وفي حال حصوله على الباج ممكن يدخل إلى منطقته ويمارس حياته ويشوف بيته وبيت جيرانه وبإمكانه أنه يلتقي ويبدأ من الصفر وما إلى ذلك. أما بقاء نازح في مناطق أخرى سواء كان في الإقليم أو في مناطق في محافظات العراق البقية دون جدوى، يعني نرى لا مبرر لهذا البقاء. ما يحتاجه المواطن للعيش هو منطقة سكنية آمنة لمزاولة أعماله، وهذا ما تم توفيره لنازحي ناحية يثرب من قبل جهود القوات الأمنية. وتشهد مناطق جنوب محافظة صلاح الدين استقرارا أمنيا ملحوظا جعل من الحياة أن تعود مجددا من خلال فتح الطرق وإعادة النازحين. من جنوب محافظة صلاح الدين لسامراء، علي البلداوي. يعاني المواطنون وأصحاب العجلات من الحوادث المرورية في الطريق الرابط بين محافظة ديالى وبغداد جنوبا وكركوك شمالا بسبب تعرضه للتصدع والتعرجات لسوء إنجازه، سيما وأن هذا الطريق أحيل مشروع إنجازه إلى شركات محلية، إلا أن هذه الشركات تنصلت عن إتمامه لغياب المراقبة من الجهات المعنية. هذا هو حال واحدا من أهم الطرق في محافظة ديالى
الذي يربط بين بعقوبة وبغداد جنوبا وكركوك شمالا، لكنه يعاني من التعرجات والتخسفات نتيجة عدم تنفيذه بالصورة الصحيحة من قبل إحدى الشركات المحلية، ليبقى على هذا الوضع مسببا حوادث مرورية بشكل يومي. الطريق هذا أساسا من سووهم سووه يعني أساسا كان خطأ، يعني من بدوا عدلوا جابوا الخابط دبوا به وانحدل، ووراها المفروض ينصب صبة ثخينة حتى تيجي فوقها التبليط، هذا ما انصب، رأسا جابوا التبليط خلوه فوقها. هذا الشارع يعني أول ما بلطوه هو فرحة للمواطنين، أشوف وراء أسبوع أسبوعين قام يتحفر، وطريق رابط البغداد وكومة مناطق عليه، وطريق جامعة ويومية يصير به حادثين ثلاثة، نطالب من مجلس محافظة الديالة أن يلقوا له صورة حل، وصرفوا عليه يعني مبالغ هائلة، بس ليش يعني شنو هالإنجاز؟ يعني ماكو صورة إنجاز صحيحة. مدير بلدية بعقوبة أكد أن المشروع محاطا بشبهات فساد كبيرة وأن نسب الإنجاز وهمية، مبينا أن البلدية قدمت مقترحا للحكومة المحلية لسحب المشروع من الشركة المنفذة وتحويله لها وتنفيذه حسب المواصفات المطلوبة وبتكاليف أقل. هذا المشروع نسبة إنجاز 98%، الإنجاز غير مطابق للمواصفات، المشروع محال إلى هيئة النزاهة ومكاتب التفتيش، والآن بتحقيق لكون المشروع به شبهة فساد واضحة العيان، مبالغ مصروفة ونسبة إنجاز وهمية. مشاريع متوقفة وأخرى متلكئة في محافظة ديالى، لو تم تنفيذها بصورة صحيحة لتغير واقع المحافظة الخدمي والعمراني بنسب كبيرة، لينعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. لقناة سامراء، مصطفى الجوراني، ديالى. أما وفي شأن الخارجي، ومع توقيع 18 مذكرة تفاهم بين العراق والسعودية، انطلقت في محافظة البصرة فعالية مؤتمر ومعرض النفط والغاز الدولي بنسخته 7، وبحضور وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ومشاركة العشرات من الشركات العراقية والعربية والأجنبية. المملكة العربية السعودية التي فتحت آفاقا من التواصل السياسي والاقتصادي لا سيما في مجال النفط والغاز والطاقة والسوق والأعمال، تمثل إحدى الروابط الأخوية بين الجارتين الشقيقتين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك. الأخوة من المملكة العربية السعودية وتمثيل على مستوى عالي كان معالي وزير الطاقة السعودي الأستاذ خالد الفالح، يعني رجل رائع جدا، شرفنا بحضوره إلى محافظة البصرة، رجل وعد أنه يفتح كل آفاق الاستثمار والتعاون ما بين الشركات السعودية ومحافظة البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة. طموحات فيما يخص المعرض طموحات الشركات جدا عالية، خصوصا بأن هذه هي المشاركة الثانية لبعض الشركات بعد معرض بغداد الدولي، مما رفع سقف تطلعات لخدمة هذا السوق في مجالي النفط والغاز بإذن الله. عدد من رجال الأعمال والمال السعوديين المشاركين في المعرض الدولي للنفط والغاز المقام على أرض البصرة أكدوا على أهمية هذه الفرصة الأخوية الاقتصادية للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. حضور وزير النفط العراقي مع وزير الطاقة السعودي بعد مذكرة تفاهم، نجلس على طاولة واحدة ونشوف إيش السبل أو اللي نقدر حنا نتعاون مع بعض بحيث أن نقدر يعني ننعش الاقتصاد السعودي العراقي. شاركت 105 شركة أوروبية وعربية، والشركات السعودية تقريبا 15 شركة، يترأسهم وزير النفط السعودي ووزير النفط العراقي، و15 شركة من أهم الشركات السعودية منها الصادرات السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
المشاركون في المعرض الاقتصادي من دول شتى استثمروا هذه الفرصة للتباحث وتلاقح الأفكار والرؤى الاقتصادية في مجال تطوير الصناعة النفطية. من البصرة ماجد الصقر، قناة سامراء الفضائية. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.